نجدد الترحاب بكم عبر صباحات سودانية بالتأكيد، وأكيد المساحات الإبداعية معنا دائما حاضرة في كل أيام صباح السودانية. نعم أكيد رويدة، وبنسعد بأنه دائما بيكون معنا ضيوف بيقدموا لنا نوع من أنواع الإبداع. نوعنا الليلة أو لون الإبداع اليوم هو الغناء، الفنان محمد الكناني ضيف على صباحات سودانية في فقرة معزومين شاي مع وئام شوقي. نعم وئام مرحبا بك. مرحبا يا رويدة وأهلين يا شهد، صباح الخير متابعينا على السودانية 24 على فقرة إيزيز كافيه. أنا الليلة سعيدة تمام أنه أنا حيكون معي محمد كناني، وقبل ما نبدأ رواية الأم لمكسيم غوركي ممكن تكون رواية مناسبة أن احنا نبدأ شهر أكتوبر الأخضر، أكتوبر الوردي. رواية الأم بتتكلم عن نضال أم أنه كيف قتل ولدها، بتنادي بحقه بحق الفقراء والجوعة. في أكتوبر شهر مناسب أن أنتم تقروا الرواية دي. في زيز كافيه برحب بك يا محمد الكناني، أهلا وسهلا. مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدين قناة سودانية 24، وبقول لهم كلهم صباح الخير، صباحات المواني ودربك ترنح، إن شاء الله يكون صباح جميل وجودي معكم بإذن الله. لحد ما نعمل لك القهوة عايزة أقول لك أنت بتحب القهوة تكون، نحن عندنا ثلاثة أنواع بتاعت قهوة، زيز وزوريس وحورس. وده من الثلاثة ده يلا نلخبطهم سوا؟ اي ممكن نشوف حيحصل شنو. انا عايز اعرف اصلا تفاصيل. هي اسامي الهات من الهات حوض النيل. طيب ازيس وزوجها اوزوريس وولدهم حورس. طيب كل واحدة من دول عندها نكهة مختلفة، لكن طالما حنجرب حنشوف الليلة. انا على زوجي بس. واحدة منهم؟ على زوجي. خلاص اوكي عشان نبدا الصباح يلا احكي لي. متين يا محمد كناني حسيت انه انت فعلا محمد كناني؟ انا افترض اكون فنان. لما حسيت انه انا بتسمع او في ناس محتاجه انها تسمعني. محتاجه انها تسمعك؟ ليه محتاجه انها تسمعك؟ ما اعرف، يمكن بمثل لكل زول حاجه معينه او قصه معينه، بصافه في حته معينه في الكلام احتمال. طالما احنا تكلمنا قلنا انه الادب ممكن يكون مناسب ان احنا نبدا بشهر اكتوبر، هل بتعتقد انه الغنى نفسه هو احتياج؟ يعني انت قلت الناس هي كانت محتاجه انه انا اعبر عنها بطريقه ما، هل الغنى وسيله مناسبه ان احنا تعبر عن احتياجك او توصل احتياج الناس عامل كيف؟ في اوقات كثير ايوه، في اوقات كثير انا بالنسبه لي انا كان حاجه زي دي يعني. طيب في مسيرتك حسيت انه الداعم هل كان احتياج الناس، ولا كانت البلد اللي انت قاعد فيها، ولا لا الاسره والمحيط وخلاص يلا ابدا وحنكون وراك وحتتطور؟ والله ما اكذب عليك، اي زول في البدايه دائما ما يعني ما بيلقى او الناس اللي حوالينه يكونوا مصدقين شديد بالموضوع ده الا هو. فالموضوع بيبدا تدريجيا حبه حبه، لما يحسوا انك انت مصر على الحاجه اللي انت عايزها بيجيفوا معاك تلقائيا. والحمد لله انا دعمت كثير يعني، سواء من بيتنا من اصحابي من مشكورة لي. اول حفله كانت كيف؟ كانت صعبه جدا بالنسبه لي، صعبه جدا جدا، مع انه ما كنت براي كمان، كنت كورال يعني في جامعه معينه. لكن كان التكريم معمول لمدرسه حنتوبه الجميله، معروفه طبعا انها مطلع اجيال وناس فطاحله جدا جدا ومستحيله، فكان بحضورهم ده كان اصعب حفله بالنسبه لي يعني. كان بحضور منهم؟ كان بحضور ناس شخصيات مهمه شديد، فده كان حياة صعبة شديد، لكن الحمد لله. هل اهتمت إنه هم ردات فعلهم ليك كانت كيف، ولا بس قلت لا أنا حطلع وحأغني؟ إحنا عرفنا في نفس اليوم إنه هم جايين، عرفنا في نفس اليوم يعني كنا مفتكرين إنه كل زول حي بالنيابة عنه زول وحي بشكله. فصادفت إنه في نفس اليوم عرفنا الكلام ده وخلاص قلنا ما عندنا حل تانية. عارف إنه القهوة ممكن تشبه الغنى في إنها هي بتتعامل بالراحة زي ما أنت بتتدرب على الغنى بالراحة؟ ممكن يكون الكلام ده صح. بتحبها؟ القهوة؟ شديد. طيب هي ملهمك شنو عشان تبدا تغني؟ يعني مثلا احنا ممكن نكون احنا هنا قبل ما نبدا، حلو انك تشرب فنجان قهوة او تشرب فنجان شاي، انت قبل ما انت تبدا تغني بتحب تعمل شنو؟ بحب اتكلم مع يا اتكلم يا اتذكر يا اشوف امي. واحد في الثلاثة دي. والله الثلاثة كيف مجد. دي اكثر حاجة بحسها بتلهمني شديد. طيب يا محمد، هل بتعتقد انت جات فتره ومشيت طلعت من هنا، هل بتعتقد انه احتياج الناس ما قدر يكفي احتياجك وتفضل قاعد هنا، ولا لا انه احنا نهاجر والغربه هي بقت خيار مصيري لكل زول فينا؟ والله هو ما خيار مصيري اكثر ما هو اختيار بعقلك، يعني انت عشان تعمل حاجه بتضحي بحاجه.
فبتستخير وبتتوكل على الله في حاجة معينة. يمكن أنا أحتاج الناس، أنا محتاج الناس أكثر ما هم محتاج لي. يعني أنا محتاج إنه أنا أتسمع، محتاج إنه الغنى ده بالذات كان ما حسوك الناس أنت ما تحسوا. صح. فما عايز أبعد من الناس، وفي نفس الوقت ما عايز أكون كثير. ما عايز أكون كثير. ما عايز أكون كثير هاي. يعني عايز أكون حاجة مناسبة كده. تشتاق لي شوية. بتشبه القهوة. أنت بتشبه القهوة، يا حاجة تكون يا هي بالراحة بالراحة وتطلع، يا ما في عندها معنى. القهوة عشان تطلع جميل لازم تتشرب بموية باردة. ليه؟ عشان تاخذ فترتها الطويلة. لو حسيت إنه زول اللي حيشربها حيزهج منها هو خلاص كده ما حيعرف يشرب قهوة. دي معلومات جيدة عن القهوة بالنسبة لي أنا. أكثر أغنية بتحبها لك شنو؟ أكثر أغنية بحبها لي أنا؟ السؤال ده صعب شديد، لكن يعني خليها كم حاجة. كم حاجة؟ خليها كم حاجة. طيب رأيك شنو تبدأ بواحدة أنت بتحبها؟ أبدأ بواحدة أنا بحبها، حقيبة. الحقيبة؟ أيوه. يلا تفضل. طيب هنقول ناعس الأجفان. ومعي الفرقة الموسيقية والأساتذة دي. أهلا وسهلا. أبدأ يا شباب. أنا من صفاك مسحور بالله، أنت ملاك ولا من حسان الحور؟ الحور يا ناعس الأجفان، تزري في عيوني بحور أقضي الليالي قيا، ما بين شوق وغيام أدعي النجيم في سحور في سحور يا يلبين عفاف مشهور ندك عبير فياح وقوامك المياح، أين احتمل وزهور وزهور يا I'm
الكمال محصور أكظمت كله حسور حسنك مقام يسود على كل جيل وعصور وعصور يا طرفك لحاظ كريمة أسدا شجاع يسوع ليك نفرة الوزلان مع جبرة الفرسان في هيبة المنصور المنصور يا ناعس الأكفان أنا من صفاك مسحور أنا من صفاك مسحور أنا من صفاك مسحور أنا من صفاك مسحور وبالله أنت انت عارف يمكن دي من اجمل الاغاني الزول بيفتح تحبها الصباح يا ناعس الاجفان. احنا هي قهوتنا انتهت ولحد ما هي القهوه تنتهي طالما هي فارد احنا حنشربها في الفاصل ده وحنعرف ليه محمد كيلاني بيمزج بين الايقاعات والعود وعلى ياته طريقه. نرجع ونرجع لك مره ثانيه. قهوتكم الحبيبة. رجعنا مرة ثانية كناني عشان نسألك السؤال وقفنا بيه وقبيل إنه أنت قررت إن تدخل لون مختلف في لون الموسيقى اللي أنت بتقدمها ما حقة الغنى بس. إنه أنت لما تلين العود مع الجيتار أو العود مع آلات ثانية فأحكي لي أنا قبيل سألتك خلف الهواء قلت لك هل هي تبع لمدرسة معينة أنت جاوبت جواب كان عجبني شديد. قلت لك لا أنا ما لي مدرسة معينة لكن الحقيقة دي حسيتها شديد. العود آلة عربية شديد وحنينة شديد يعني بتديك أي حاجة أنت عايزها فحسيت إنه أنا ممكن أبدع وأنا بسمع في الوتر بتاع العود بما إنه أنا بغني غنى حديث فبحاولت إنه أنا أدمج الاثنين مع بعض ما يعني ما أول مرة تتعامل بس أنا حبيت الإحساس ده كده زي ما حبيت تدخل اختلاف العود حبيت تدخل اختلاف اللبس اللي أنت لابسها أي نوعا ما هي تصميم جميل شديد ايوه هي تصميم حمدي باريس برضه بوجه له تحيه من هنا راي الفنان راي المبدع شديد نوعا ما بالاضافه اللمسات اللي بتكون مختلفه على الـ على الـ على الزي التقليدي برضه بتدي نفس نوع انت دخلت اله قديمه مع الغنى الحديث بالضبط كده هي دي الميزه يعني نفس الميزه ده هي الميزه ده طيب لكن يعني احنا افترض نتكلم عن الغنى والنشاط الثقافي وكيف انت بغناك حاولت انك تساهم في الحركة الثقافية لكن يا ريت تغني لنا حاجة طيب نقول ما بوري الناس حبيبي من كلمات الأستاذ رباب الأرباب بوجه لها التحية وألحاني تفضل ما بوري الناس حبيبي ما بوري
نعيش وتهنى وسعاد يا مقول الناس زانا الصقول الناس زانا يا ما في خلق الله حسن ما بوري الناس حبيبي عيد ميلادك فكل سنه وانت طيب وانت بالصحه والسلامه يا رب. اتمنى انه انت تبدا بدايات سنه جديده سعيده ان شاء الله. اللهم امين يا رب جميعا واياكم باذن الله. بعدين تقول لنا انت عمرك كم؟ طيب انا عمري كم ناس كده دخلت في 26 ان شاء الله. 26 ان شاء الله عمرك هنا. الله يخليك يا رب تسلم. نحن حنرجع لكم ثاني اعزائنا المشاهدين عشان نعرف خلي كنان يرجع بعد سنه ونص يظهر في التلفزيون شو نرجع؟